مبسوطة بيه قوي، فخورة بيه جدا. ريد كاربت مهرجان وشوشة ينفي الشائعة. أنا عمري ما لبست دبلة، بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا جدا. رغم الأجواء الباردة في القاهرة امبارح بالليل، إلا إن ريد كاربت مهرجان وشوشة كانت مليانة بالنجوم اللي حضروا عشان يتكرموا. شفنا إلهام شاهين، مصطفى شعبان، درة، داليا البحيري، نيكول سابا، كارمن سليمان وسعد الصغير، اللي حصل على جائزة أفضل مطرب شعب لسنة 2021 وفرحته عبر عنها على مايك إي تي بالعربي. بالعربي كده عشان بص ما ندخلش في حوارات، بالعربي كده عشان بص أنا مش ناقص متات، ده أنا قلبي في داير وما فيش غالي علي. لسه ما اتخلاش يا ابني، انت ما اتخلاش، اللي يلعب بقلبي بالعربي. وكان لافت ظهور مي حلمي ومحمد رشاد على نفس الريد كاربت بعد الانفصال. فمي حضرت عشان تتكرم للسنة التانية على التوالي مع وشوشة، وحصلت على جائزة التميز في البرامج الرياضية. وقبل حضورها للمهرجان، المتابعين انتبهوا ان مي قضت اخر فترة في دبي، والبعض قال انها بتعيش قصة حب. وانا بحب بس مش هقول بحب فين او مش بحب، انا ما بحبش الكلمه دي عشان الناس ما بتفهمهاش كويس، بس اوريدي انا في حد في حياتي فعلا. انت مرتبطه دلوقتي؟ انا قلت من فتره يعني. صح، ده في خطوبه، في جواز الفتره اللي جايه. ما هو الارتباط معناه ايه؟ انا عمري ما لبست دبله. طيب وامتى الجواز يا مي؟ لما يخلص فستان الفرح. لما ربنا يريد. اما محمد رشاد خطيبها السابق فحضر مع خطيبته الجديده غاده فتحي، واتكرم عن جائزه افضل مطرب شاب، وما وقفش هو وخطيبته غزل وحب في بعض سواء على السوشيال ميديا او في لقائهم معانا. مبسوطه بيه قوي، فخوره بيه جدا، مبسوطه ان انا معاه في يوم زي ده. كنتي اجمل حاجه حصلت في 2021، ووشك وش الخير باذن الله، واللي جاي هيبقى احلى واحلى باذن الله. الفرح اواخر 22 ان شاء الله، اول 21 اخر السنه ان شاء الله، على راس السنه. هعمل لها اغاني مخصوص من اغانيه، لا هعمل لها اغاني مخصوص تتخطى اي اغنيه انا عملتها قبل كده. وباين ان نجاح حلوه الدنيا سكر لهنا الزاهد لسه معلم عند الجمهور، فصوتوا لها عشان تكون افضل ممثله كوميديه. انت اللي جابك هنا؟ بحبك. استغفر الله العظيم يا رب. ده مش اول تكريم لحلوه دنيا سكر، فانا بالنسبه لي متحمسه وبشكر كل الناس اللي خدوا من وقتهم وصوتوا لي، بشكرهم جدا جدا من خلالها. والتكريم كان من نصيب دنيا عبد العزيز اللي طالت على الريد كاربت لاول مره بعد شائعات انفصالها عن زوجها اللي كان ماسك ايديها، وواضح ان العلاقه تمام بينهم. والله سعيده بيه جدا طبعا ومبسوطه، وخصوصا انه استفتاء من الجمهور، وطبعا ده شرف كبير ليا. يعني نجاح دايما بيجي اللي نابع من الجمهور، ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا جدا، حب الناس ده يعني حاجه كبيره بالنسبه لي. وجوائز وشوشه اتوزعت على الكوميديين المخرجين وغيرهم كتير زي مصطفى البنا والمخرج ياسر سامي. والله هو التكريم مفاجاه برضو، لقيت ان جالي دعوه هذا التكريم بناء على التصويت، جيت عشان احضر لاخر عمل يعني ان شاء الله. بوجودي بالقاهره اكيد ما بنصير ما نكون بهيك يوم، بهيك حدث عظيم يعني، بالاضافه لمشاركه زملائي بتكريماتهم بهالمهرجان، شكرا لهالتنظيم الرائع.